احنا كنا بس بنتكلم في الفولتميتر، ان احنا عشان ابتدي اقيس حاجة الاي سي، فانا كنت دايما بعمل ايه، كنت بحط عشان احول الاي سي لدي سي، فكنت دايما بستخدم دواير الريكتفاير، تمام كده. والغرض من دايرة الريكتفاير ان هي بتزود الدي سي ليفل اللي موجود فين في الاشارة بتاعتي، بحيث ان انا لما اجي احسبه يبقى انا دلوقتي في دي سي داخل على الدايرة بتاعتي، سواء الريكتفاير ده كان هاف ويف او فول ويف، واخدنا امثلة كتير عليه، تمام كده. طيب النهارده بس اول تجربه عندنا في المعمل، هنبتدي نتكلم على البرسيشن ريكتيفاير. احنا طبعا خدنا ابسط انواع الريكتيفاير، اللي هو عباره عن دايود ومقاوم. طبعا ده اكيد فيه مشاكل، وبناء عليه هنبتدي نحلها باستخدام البرسيشن ايه ريكتيفاير. هنركب بس بسرعه كده، هو معنى كلمه ريكتيفاير هو بوحد الاشاره، بوحدها من ناحيه ايه، من ناحيه الاتجاه. يعني لو عندي اشاره فيها بوزيتيف ونيجاتيف، انا يا اما اخليها كلها بوزيتيف يا اما اخليها كلها نيجاتيف. يعني لو انا عندي اشاره زي دي ساين، تمام كده، فيها بوزيتيف وفيها نيجاتيف، يا اما اعدي البوزيتيف بس وامنع النيجاتيف، وبعد كده اعدي البوزيتيف وامنع النيجاتيف، فانا ساعتها كده عملت ايه، هاف ويف ريكتيفاير. ليه؟ اشتغلت على نص الموجة بس، وفي نفس الوقت خليت الإشارة كلها في الاتجاه البوزيتيف. طب ده بيفيدني ازاي، وازاي بيزود الدي سي ليفل؟ زي ما قلنا ان الدي سي ليفل هو عبارة عن ايه، الافريج على بريد واحدة او سايكل واحدة، فساعتها البوزيتيف بيلاش النيجاتيف، فالمحصلة بتبقى كام، بيساوي صفر. فانا عشان ازود الدي سي ليفل لازم امنع مين، الجزء النيجاتيف. فلو منعت الجزء النيجاتيف يبقى بوزيتيف مع صفر، فيديني قيمة ايه، بوزيتيف، يبقى في دي سي موجود في الإشارة. طب ده نوع، ده اللي بسميه ايه، الهاف ويف. طب لو انا عملت فول ويف، ده معناه ان انا هعمل بروسيسنج على الاثنين. على فكره الهاف ويف مش شرط بس يعدي البوزيتيف، انا ممكن امنع البوزيتيف واعدي الايه، النيجاتيف، تمام، وساعتها همنع البوزيتيف يبقى هنا في صفر، واعدي النيجاتيف امنع البوزيتيف وامنع واعدي الايه، النيجاتيف. طيب لو الفول ويف، ده معناه ان انا بعمل بروسيسنج على مين، على التو سايكل، بحيث ان انا اخلي الايه، الاشاره زي ما هي او كل الاثنين في نفس الاتجاه، سواء في البوزيتيف او في النيجاتيف. في دايره زي دي، يا اما اعدي البوزيتيف زي ما هو واضرب النيجاتيف في سالب، اعدي البوزيتيف زي ما هو واضرب النيجاتيف في ايه، في سالب، او العكس، اضرب النيجاتيف، اضرب البوزيتيف في نيجاتيف وانزلها تحت، واعدي النيجاتيف زي ما هو، على حسب الايه، الدايره بتاعتي. طب ابسط انواع الدوائر الريكتفاير هي على طول هي عباره عن مين، دايود ومقاومه. ليه؟ لان الدايود هو اللي ممكن يعمل لي كانها دايره سويتشد اون في البوزيتيف وسويتشد اوف فين، في النيجاتيف. ليه؟ لان الدايود بيعدي الكرنت في اتجاه واحد بس، بيعدي من الانود للكاثود، مش بيعدي من الكاثود للايه، للانود. فساعتها كده انا فتحت الدايره في اتجاه واحد بس، اللي هو في اتجاه البوزيتيف للنيجاتيف، وبعد كده منعته. طيب لو انا جيت استخدمت الدايره دي عشان تعمل لي السمبل ريكتفاير ايه، سيركت باستخدام الدايود. طيب لو انا بعمل اناليسيس للدايره دي، بعملها اناليسيس من ناحيه الايه، البوزيتيف والنيجاتيف، فبتكلم على الدايره دي من ناحيه البوزيتيف هاف سايكل، ومن ناحيه الايه، النيجاتيف هاف سايكل. لو من ناحيه البوزيتيف هاف سايكل، انا هنا عندي اتجاه الكرنت جاي من الانود للكاثود، هل دي الكونديشن الوحيده اللي تخلي الدايود يبقى اون؟ لو الدايود ده ايه، ايديال، ساعتها اقول اه ان الكرنت جه من الانود للكاثود، فده معناه ان الانود، جهد الانود اعلى من جهد الكاثود، فاشيله واحط شورت سيركت. بس ده في حاله الايه، لو انا بعمل ايديال كيس. لكن في الحاله البراكتيكال، بشيله واحط مكانه ايه، مقاومه، ولازم يكون الجهد ما بين الانود وما بين الكاثود لازم يكون اكبر من، لازم يكون جهد الانود اكبر من جهد الكاثود بالفي دي اون. فده معناه عمر ما الدايره دي تبتدي تطلع كرنت غير لما يكون الانبوت اعدى مين، الفيديو اون، يبقى كل ده مش هيطلع. ليه؟ الدايره لسه جهد الانود مش اعلى من جهد الكاثود، فساعتها كل ده بصفر. لغايه النقطه دي ساعتها جهد الانود هيبقى اعلى من مين، من جهد الكاثود، فساعتها يبتدي يعدي لي الايه، الانبوت. بس الانبوت ده كله اتخصم منه جهد كام، لان ده مش هيعدي كده، لازم ياخد الايه، الجهد بتاعه اللي هو الفيديو اون. فده معناه ان هو خصم لي من كل الامبليتود بتاعتي مين، فيديو اون. فعشان كده لما باجي ارسمها بقول ان دي لو في بيك، يبقى دي في بيك ماينس مين، الفيديو اون. وهتلاقي برضو ان في جزء من الباور اتفقد هنا، ده نتيجة ايه، ان انا لازم يكون الانبوت بتاعي اعلى من مين، من الفيديو اون. طيب لغاية كده تمام، انا ممكن اكسبت ان الدايرة بتاعتي تنقص بفيديو اون، الفيديو اون ممكن يكون 7 من 10 او 3 من 10، فما فيش مشكلة. بس عندي مشكلة كبيرة، ايه، ان انا لما باجي اتعامل مع سيجنال صغيرة، يعني مثلا لو انا دلوقتي دخلت سيجنال اقل من الفيديو اون، هل هيعرف يعمل لها ريكتيفاير؟ لو انا فرضت ان الفيديو اون بتاعتي 7 من 10 ودخلت لها سيجنال البيك فاليو بتاعتها 6 من 10، هل هيعرف يعمل لها ريكتيفاير؟
لا، لان هو امتى بيعمل الريكتفاير؟ لما الدايره تتفتح. فهي الدايره عمرها ما تتفتح، لان عمر ما في جهد هيكون اكبر من مين؟ من الفيديو اون، تمام كده. فانا عندي هنا ليميتيشن في الدايره دي، ان الدايره دي مش بتعمل ريكتفاير لسيجنال اقل من الفيديو اون، لازم يكون السيجنال بتاعتي الانبوت بتاعتي اكبر من الفيديو اون. فدي اول مشكله. تاني حاجه ان هي بتفقد لي بس جزء فين؟ جزء من الباور بتاعتي، ان هو بياخده مين؟ الدايل. فعشان كده احنا قلنا الدايود ده لا، عايزين نريبليسه بدايره تانية وسميناها البرسيشن ايه؟ ريكتيفاير، تمام كده. بنستخدم فيها مين؟ الاوب ام، ماشي كده. فاحنا عرفنا كده المشكله بتاعه السيمبل دايود، بس ان انا بفقد جزء من الباور، وفي نفس الوقت لو دخلت له انبوت سيجنال اقل من الفيديو اون، ساعتها الاوتبوت بتاعي هيفضل بصفر لانه محققليش الكونديشن بتاعته. طيب احنا هنا البريسيشن ريكتيفاير بنستخدم الاوب ام. انا هريكاب بسرعه كده، انتوا خدتوا الاوب ام قبل كده صح؟ باشمهندسين اشتغلتوا بالاوب ام قبل كده صح؟ ايوه يا باشمهندس. انا هريكاب بس على الحاجات الاساسيه اللي موجوده فيه. ده البين كونفيجريشن، وده رسمته جوه الدايره. هو بيبقى عنده جزئين الانبوت، جزء بيبقى انفرتنج ونون انفرتنج، ده اللي هو البن رقم 2 وده البن رقم 3. معنى كلمه انفرتنج ان هو مش لازم يخش في السالب، لا، ده الجهد اللي هيخش على النقطه دي بيتضرب في سالب، عشان كده دايما بنكتب قدامه ايه؟ سالب. مش لازم يكون الانبوت اللي داخل هنا سالب، لا، دخل الاشاره اللي انت عايزها، بس اللي هيدخل هنا يتضرب في اشاره ايه؟ سالبه، تمام كده. ده بالنسبه للانبوت 2 و3. بالنسبه للبايس بتاعه بيبقى بوزيتيف في سي سي ونيجاتيف ايه؟ في سي سي. ويستحسن طبعا الاثنين يبقوا نفس القيمه، بس مفيش حاجه يعني، ممكن عادي تحط البوست في 5 والنيجاتيف في ماينس 10، بس طبعا عشان الدنيا تبقى سيمتريك او البيهيفير بتاعه يبقى سيمتريك في البوست والنيجاتيف، فبنحط الفي سي سي زي مين؟ السالب في سي سي. والاوتبوت باخده من على بيننا كام؟ من على بيننا 6، تمام كده. ده لو انا الاي سي ماسكه في ايدي هنا، دي علامه النوتش او علامه الدوت اللي موجوده هنا، ببتدي اعد 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 و5 ده اوفست نال. اوفست نال ده انا بستخدمه في ايه؟ ان المفروض لو التو انبوتس، هو ده في الاول في الاخر، لو انا مش عامل له اي توصيل ودخلت عليه الانبوت وعايز اشوف الاوت، هيشتغل كانه كومبارتور. فلو انت دخلت الاثنين وصلتهم بسلكه واحده ودخلت عليهم نفس الانبوت، فالمفروض الاوت بتاعك يطلع بكام؟ بصفر. فبتستخدم الاوفست نال ده عشان تظبط او تعمل كاليبريشن للاوب امب، لان ساعات ممكن الاوب امب يشوف ان البوزيتيف اعلى من النيجاتيف، فيطلع لك قيمه ايه؟ قيمه بوزيتيف او قيمه نيجاتيف. فساعتها بتظبط بالاوفست نال ده ان انت تعمل له كاليبريشن، بحيث ان هو لو دخل له التو انبوتس قد بعض بالظبط او ايدنتيكال، يبقى الاوتبوت بتاعك بكام؟ بصفر. واحنا مين يعني مش بنحتاجها قوي يعني. هنا الاثنين دي الانفرتنج انبوت، ثلاثه النون انفرتنج انبوت، الاربعه سالب في سي سي، الخمسه قلنا اوفست نال، سته الاوتبوت، سبعه البوزيتيف في سي سي، وبعد كده الثمانيه نوت يوز. طبعا الاوب امب زي اي اي سي عمره ما يشتغل غير لما يكون البايس بتاعه معمول له ايه؟ بست، تمام كده؟ تمام. طيب كفانكشناليتي بقى، الاوب ام بيشتغل في تو مودز. ايه المودز بتاعت الاوب ام؟ يا اما يبقى اوبن لوب، يا اما يبقى كلوزد لوب. يعني ايه اوبن لوب؟ معناه ان الاوتبوت والانبوت ما لهمش اي علاقه ببعض، او ما فيش اي حاجه تربطهم ببعض، زي الشكل اللي انت قلنا لك ده، ان هنا بدخل الانبوت واخد الاوت، تمام كده. طيب في الحالة زي دي هو بيشتغل عبارة عن ايه؟ بيشتغل بقانون الاوبن لوب. هو بيعمل ايه؟ بيقارن ما بين الجهود اللي داخلة على الانبوتس بتاعته، وساعتها بناء عليه يطلع الايه؟ الاوتبوت. وده القانون بتاعه، لان الاوتبوت هو عبارة عن ايه؟ الجين اوبن لوب، وده بيبقى رقم كبير جدا، بيبقى 10 اس 5 10 اس 6 1000 فيما فوق يعني. هو عبارة عن بيطرح ما بين الجهد اللي داخل على البوزيتيف ماينس الجهد اللي داخل على النيجاتيف، والفرق ما بينهم يضربه في 10 اس كام؟ في 10 اس 6 او 10 اس 3 على حسب الجين بتاع الايه؟ الاوب ام. ده بسميه اوبن لوب، ماشي كده. طيب الكلوزد لوب ده معناه ان في جزء من الاوتبوت راجع على الانبوت، سواء في النيجاتيف او فين؟ في البوزيتيف. فساعتها بيعمل ايه؟ بيحاول يخلي الجهدين اللي داخلين على الاوب ام متساويين. ده في حاله الايه؟ ان انا بكلمه فين؟ في حاله الكلوزد لوب، اكنه عمل فيرتشوال جراوند ما بين مين؟ الانبوتس اللي داخله. كده كده الانبوت امبيدنس بتاعه الاوب امب كبيره جدا، فعلى طول الكرنت اللي داخل على الاوب امب سواء في الاوبن لوب او الكلوزد لوب بيساوي كام؟ بيساوي صفر. ده عشان الزد انبوت بتاعته ايه؟ كبيره جدا. فانا عندي ده تو مودز اوف اوبريشن بتاعت مين؟
الاوب امب، يا اما اوبن لوب فشغال كانه كومباريتور بيقارن ما بين الدخل والخارج اللي داخلين على الانفرتنج والنون انفرتنج بورت ويضربهم في الجين والرقم اللي هيطلع. طبعا احنا عارفين الرقم اللي هيطلع ما فيش اي سي بيطلع اكبر من الساتوريشن ليفل بتاعه اللي هو او البايس بتاعه، لان هي دي الباور اللي جايه لي من هنا، فعمره ما يطلع لك قيمه اكبر من الفي سي سي والسالب في سي سي. فدايما عشان كده بنقول هو دايما لو حتى لو قيمه الفرق ما بينهم صغير قوي، لكن انت بتتكلم في 10 اس 6 رقم كبير قوي، فكده كده هتلاقي نفسك رحت لمين؟ للفي سي سي او سالب في سي سي، تمام كده اللي هو الساتوريشن ليفل يعني. لكن في حاله الكلوزد لوب بيحاول يخلي الجهود اللي ما بين الايه ان انفرتنج ونون انفرتنج تكون متساويه، فبيحاول يخلي الايه الجهودين دول ايه متساويين، تمام كده. طيب نيجي لاول تجربه عندنا هنا، هي عباره عن ايه؟ ان انا عايز اعمل بريسيشن هاف ويف ريكتيفاير، ودي اللي بيسميها السوبر دايل. هي عباره عن كومبينيشن منين؟ اوب امب ومعاها دايل زي ما انتم شايفين، هي نفس الدايره اللي فاتت بنفس الكومبوننت دايد ومقاومه، بس زودت عليها مين؟ الاوب امب، تمام كده. وصلت الانبوت هنا على الطرف البوزيتيف اللي هو 3، ووصلت 6 بالدايد، واخدت فيدباك من الاوتبوت لمين؟ للانبوت، وبعد كده اخدت الايه الخارج بتاعي على ايه؟ على مقاومه، تمام كده. طيب وطبعا ما انساش ان انا اوصل للايه السالب في سي سي والبوزيتيف ايه في سي سي. طيب حد يقدر يقول لي كده الاوب امب ده كلوزد لوب ولا اوبن لوب؟ الاوب امب ده كلوزد لوب ولا اوبن لوب؟ كلوزد لوب. طب ليه كلوزد لوب يا رمضان؟ عشان في فيدباك من الخارج للداخل. طيب الفيدباك ده موجود في كومبوننت دايما موصله للطاقه ولا بتشتغل كانها سويتش؟ هو الدايت ده مش ممكن يبقى اون وممكن يبقى اوف؟ لو اون ايوه هيوصل فساعتها كده هيوصل للايه الاوتبوت بالايه خارج بالانبوت. للداخل. طب لو هو اوف فساعتها الاوتبوت بتاع الاوب امب مش هيتوصل بمين؟ بالدخل. الداخل. يبقى انا لازم ابص على الكومبوننت اللي موجوده في الباص بتاعي. هو كسلك كتوصيل فيزيكال، لو مشيت بالقلم هلاقي فيه طب في ايه في خارج بين الاوب امب اللي هو الاوتبوت راجع لمين؟ للانبوت. هو لو انا بتكلم على التوصيل، انا موصل ان يكون في ايه كلوزد لوب، بس انا حاطط كومبوننت اصلا بتستخدم كانها ايه سويتش اون واوف. في حاله زي دي الاوب امب بيشتغل زي كانه ايه اوبن لوب، ويشوف الكومبوننت دي هتوصل ساعتها يقلب المود بتاعه لايه لكلوزد لوب. طب لو ما وصلتش هيكمل في الاوبن لوب العادي. يبقى انا دايما بالديفولت بتاعي لو لقيت كومبوننت موجوده عندي في الاوب امب هي ممكن تشتغل كانها سويتش اون وسويتش اوف، يعني حطيت لك ترانزستور هنا واشتغل كانه سويتش اون وسويتش اوف، برضه نفس القصه، هفرض ان الترانزستور قصدي هفرض ان الاوب امب بدا بالاوبن لوب، وهو ده اللي فعلا بيحصل ان هو بيبتدي بالاوبن لوب وبعد كده يشوف الكومبوننت دي. لو الكومبوننت دي عملت سويتش اون فساعتها هيقلب الاوبريشن بتاعته الايه لكلوزد لوب، وبعد كده يكمل الدايره بتاعته. لكن لو عمل له سويتش اوف فساعتها هيكمل كانه ايه اوبن لوب. طيب دلوقتي يبقى الدايت ده هو اللي هيتحكم لي في الاوبريشن بتاعت مين؟ السوبر دايت، يا اما يبقى اوبن لوب يا اما يبقى ايه كلوزد لوب. طيب الدايت ده بيتاثر بجهدين، الجهد الخارجي الاوب امب اللي هو بورت رقم 6، والخارج بتاعي اللي انا بكلمك عليه اللي هو مين الفي اوت، ودي مقاومه حمل بس اخد من عليها الايه الخارج. طيب في الاول خالص هل في اي داخل هنا داخل عليا الفي اوت ده موجود؟ لا ده مفيش اي مصدر جهد متوصل عليه، بالعكس دي نقطه خارج، تمام كده. طيب فيبقى النقطه بتاع الكاسود ده جهد بكام؟ بيساوي صفر. يبقى اللي هيتحكم في الدايت ده هو مين؟ خارج الاوب امب. تعال نشوف خارج الاوب امب هيمشي ازاي. لو انا خدت دلوقتي ان السيجنال الاول سيجنال دخلت هي عباره عن بوزيتيف هاف سايكل، فيعني قيمه اللي داخل قيمه موجبه، فساعتها ايه الاوتبوت في البدايه خالص في الاوتبوت عندي هنا بكام؟ بيساوي صفر. طيب احنا قلنا هنا الاوب امب هيستخدم كانه كلوزد لوب ولا اوبن لوب؟ لا هو ده ما هو مش عارف هو كلوزد لوب ولا اوبن لوب، يبقى انا هيبتدي بقانون الاوبن لوب. يبقى الجيم بتاع الاوبن لوب عباره عن يشوف الجهد على البوزيتيف ماينس الجهد اللي على النيجاتيف. طيب الجهد اللي على النيجاتيف اصلا هو الفي اوتبوت اللي هو اصلا في البدايه خالص كان بكام؟ كان بيساوي صفر. طيب وفي انبوت هو داخل وليه قيمه ايا كان القيمه، هو في الاول في الاخر انا بيهتم بمين؟ بالاشاره. ليه؟ لان انا ساعتها هنا هضربه في جين كبير جدا، فساعتها هيكون محصله القوس ده هي عباره عن قيمه ايه؟ موجبه. هتضرب في مين؟ في الجين اوبن لوب بتاعنا اللي هو رقم كبير، فساعتها ايه اللي هيحصل؟ يبقى قيمه موجبه، يبقى هتلاقي الاوتبوت على طول راح لمين؟ للفي سي سي. ليه؟ عشان الجين اوبن لوب بيكون قيمه ايه كبير.
طيب يبقى في النقطة دي لو أنا دخلت بس لسه بلمس الإنبوت بتاعي وقيمة موجبة عشان هو أكبر من القيمة بتاعة الفي أوتبوت لأن هي ما فيش أي جهد متأثر عليها، فساعتها هيديني هنا قيمة موجبة فهيديني هنا إيه؟ في سي سي. طب دلوقتي الدايود، تعال نبص الدايود، ده جهد الأنود وده جهد الكاثود، جهد الأوتبوت بصفر، طب والجهد الأنود بإيه؟ قيمة كبيرة جدا اللي هي في سي سي. طبعا في سي سي بيبقى بنتكلم خمسة فيما فوق، فتبقى بالنسبة له إيه؟ قيمة كبيرة جدا بالنسبة لمين؟ للفيديو اون. فعلى طول الدايود ده هيبقى عباره عن ايه؟ اون. طيب لما يكون الدايود اون يسمح بمرور مين؟ الكرنت. فساعتها ايه اللي يمشي؟ يطلع الكرنت من هنا ويرجع تاني، فساعتها هيبقى فيه ايه؟ اكشيل ده واكن حطيت مكانه مقاومه، فساعتها هيبقى فيه ايه؟ كلوزد لوب. طيب لما يكون فيه كلوزد لوب ساعتها الاوب ام بيأكت ازاي؟ ان هو دايما بيحاول يعمل ايه؟ ان الجهد اللي على النيجاتيف يساوي الجهد اللي على البوستيف اللي احنا قلنا عليها اللي هي مين؟ الفيرتشوال جراوند. فساعتها يخلي جهد البوزيتيف يساوي جهد مين؟ جهد النيجاتيف. دي من قواعد الايه؟ الكلوزد لوب، تمام كده. فساعتها ايه اللي هيحصل لما يخلي جهد البوزيتيف يساوي جهد النيجاتيف؟ طب تعال نشوف الدايره، لما يساوي هنا جهد النيجاتيف يساوي جهد البوزيتيف، طب الجهد البوزيتيف هو الفي ام، طب الجهد النيجاتيف متوصل بسلك مع مين؟ مع الفي اوت. يبقى كده الفي اوت هو هيبقى عباره عن مين؟ الفي انبوت. فساعتها هل انا خصمت منه اي حاجه في دايت او حاجه؟ لا، ده هو الفي دايت ده هنا الفرق ما بين خارج الاوب ام وما بين مين؟ الخارج بتاعك انت. فالمين اللي مين اللي عمل اكوموديشن للجهد الخارج هو مين؟ خارج الاوب ام. فساعتها هنا الفي انبوت بيساوي مين؟ الفي اوتبوت، من غير ما انا اخصم اي نوع من انواع الايه؟ الجهود عليه. فعشان كده دي بسميها بريسيشن، ان الانبوت والاوتبوت هيطلعوا ايدنتيكال والخطين متطابقين على بعض، مش هتعرف تميزهم، مش هتعرف تشوف مين ورا مين، تمام كده. طيب الفيديو اون برضه سؤال مهم، هو مين اللي عمل الفيديو اون؟ هو مين؟ الاوتبوت اوب ام. الاوتبوت اوب ام ده جهد كبير جدا، هو عباره عن مين؟ الفي دي ومين؟ والفي انبوت. لو انا مشيت هنا كيرشوف كده اللي هو عباره عن الفي دايت زائد مين؟ الفي اوت، تمام كده. طب ده في حاله البوست فاي سايد. طب هل في هنا في الدايره دي فيها المشكله ان انا لازم يكون السيجنال بتاعتي اكبر من الفيديو اون؟ في الدايره بتاعتي دي يا باشمهندسين لازم يكون السيجنال اللي انا بعمل لها ريكتفاير لازم تكون اكبر من الفيديو اون؟ باشمهندسين هل في هنا اي كونديشن عندي وانا شغال؟ انا قلت الاشاره وانس ان الانبوت بس زاد بس في اتجاه البوزيتيف، فساعتها ايه اللي حصل؟ على طول الدايود بقى قلب اون، فساعتها الانبوت بيساوي مين؟ الاوتبوت. ما عملتش اي ريستريكشن ان لازم يكون اعلى من مين؟ من الفيديو اون. فساعتها هنا ما بفقدش اي نوع من انواع الطاقه، وفي نفس الوقت بطلع بعمل بريسيشن لاي دايره حتى لو كانت اقل من مين؟ من الفيديو اون، تمام كده. طيب ده في حاله البوزيتيف هاف سايكل. لو في حاله النيجاتيف هاف سايكل فعلت النيجاتيف هاف سايكل، فساعتها ايه؟ هو برضو شغال بالاوبن لوب ولا كلوزد لوب؟ انا لغايه دلوقتي مش عارف في النيجاتيف هاف سايكل هو هيأكت ايه؟ اوبن ولا كلوز؟ هو كان قبلها كلوز، تمام كده؟ بس اول ما دخلنا في النيجاتيف ده مود جديد، عايز اشوف هو المود بقى في الحته دي شكله عامل ازاي؟ هو عباره عن ايه؟ بيقارن ما بين الجهد البوزيتيف والجهد النيجاتيف، طب الجهد البوزيتيف هو الفي ام، طب الجهد النيجاتيف هو مين؟ هو الفي اوت. طب لو انا دلوقتي كنت بتكلم النقطه اللي قبليها كانت بوزيتيف هاف سايكل، الجهد الانبوت بيساوي مين؟ جهد الاوتبوت، فساعتها كان بوزيتيف، فساعتها هنا قلب بنيجاتيف، فنيجاتيف ماينس ماينس بوزيتيف، فهي هتطلع كلها بين بالنيجاتيف، حتى لو كان الفي انبوت موجوده اللي هي بيساوي الفي اوتبوت يعني ليها قيمه بوزيتيف، فساعتها بوزيتيف في نيجاتيف هيديني نيجاتيف، فنيجاتيف ماينس حاجه فساعتها هيديني قيمه ايه؟ قيمه نيجاتيف. طب لما يديني هنا قيمه نيجاتيف، فساعتها هنا قيمه نيجاتيف ايا كان القيمه هتبقى صغيره، هتتضرب في جين كبير جدا، فهيديني مين؟ السالب في سي سي. طب لو اداني هنا سالب في سي سي فايه اللي هيحصل؟ جهد الانود متوصل بسالب في سي سي، ده اقل جهد في الدايره. ليه؟ لان ده جهد البايوز اللي متوصل بيه الاوب امب، وده ما فيش حد يقدر يولد جهد اقل منه. طب وجهد الكاثود هنا متوصل بالفي اوتبوت ايا كان كانت قيمته، كانت عامله ازاي؟ كانت صفر، كانت قيمه بوزيتيف، الكلام ده كله. فساعتها دايما جهد الانود اقل من مين؟ من جهد الكاثود. عشان كده دايما انا ما ببصش على الفي اوتبوت، مش فارق معايا. ليه؟ لان انا متوصل باقل جهد في الدايره اللي هو ماينس في سي سي. فساعتها الدايود ده يبقى عباره عن ايه؟ اون ولا اوف؟ هيبقى عباره عن اوف، يعني عباره عن ايه؟ اوبن سيرك. طب لو ساعتها الدايره دي هتبقى عباره عن ايه؟
اوبن لوب ولا كلوزد لوب؟ هتبقى اوبن لوب اوبن تمام كده. طيب لما تكون اوبن لوب لو هنا اوبن لوب ده معناه ان دي اوبن سيركت صح كده، فساعتها الجهد الاوتبوت هل في اي نقطه جهد بتغذيه بقى عباره عن سلك من الاوب امب وباخد عليه الخارج، هل في اي نقطه جهد بتغذيه؟ مفيش، فساعتها يبقى الجهد الاوتبوت هو عباره عن ايه؟ بيساوي صفر تمام كده. يبقى انا في حاله البوست في هاف سايكل الانبوت بيساوي الاوتبوت، طب وفي حاله النيجاتيف هاف سايكل الاوتبوت بيساوي كام؟ بيساوي صفر تمام كده. طيب تعالى نرسم كده العلاقه ما بين الدخل والخارج، ادي الدخل هو بوزيتيف ونيجاتيف. لو في البوزيتيف الفي انبوت بيساوي في اوبر، حتى هنا كاتب في بيك وهنا في بيك، الاثنين هتلاقيهم ايدنتيكال من بعض. في حاله النيجاتيف هيساوي صفر، طب في حاله البوزيتيف هيعدي البوزيتيف ويخلي النيجاتيف ايه؟ بيساوي صفر. فانا كده عملت ايه؟ عملت فعلا ريكتفاير وحدت اتجاه الاشاره، خليتهم كلهم في اتجاه البوزيتيف عن طريق ان انا بعدي البوزيتيف زي ما هو والنيجاتيف اضربه اشيله واخليه بكام؟ بيساوي صفر تمام كده. طيب مشكلة الدايرة دي ايه؟ ان انا دايما شغال ما بين ايه؟ open loop و closed loop تمام كده؟ طيب ده يعمل لي ايه؟ قال لك ان الاوب امب من الاجهزة او من الاي سيز البطيئة. ليه بطيئة؟ لان عشان بيحول لما بيجي يتحول من open loop mode ل closed loop mode ده بيبقى فيه time delay، والعكس صحيح لما بيجي من ال closed لمين؟ للopen. فده ساعتها ممكن لو انت السيجنال بتاعتك عماله تتغير بتروح من البوزيتيف للنيجاتيف بسرعه جدا، فساعتها بيقابله بطء من اللين من الاوب ام، فده يعمل لك ديستورشن في الاثاره، هو مش قادر يتجاوب مع السرعات العاليه اللي موجوده فين؟ اللي موجوده اللي بتتغير مع الانبوت، لان هو عمال ينقل ما بين اوبن لوب لكلوز لوب، اوبن لوب لكلوز لوب، اوبن لوب لكلوز لوب، فكل ما الحته دي بتحصل بسرعه كل ما يعمل له مشكله فين؟ في الخارج بتاعه او يحصل ايه؟ ديستورشن تمام كده. طيب فعشان كده برضو ممكن يحلوا اللقطه دي عن طريق ان هم ممكن يعملوا دايره تانية بتعمل نفس الفانكشناليتي، بس بيضمن دايما ان الاوب امب يشتغل فين؟ دايما في لوب موجود، فدايما كده انا ضمنت ان الاوب امب بتاعي دايما يبقى ايه؟ في الكلوزد لوب، عشان ما يحصلش عمليه الايه؟ ان انا بنقل من اوبن لوب لكلوزد لوب، اوبن لوب لكلوزد لوب تمام كده. دي شكل تاني برضو الايه لبرسيشن هاف ويف ريكتيفاير عشان تحل لي مشكله الايه الترانزيشن من الاوبن للكلوز لوب تمام كده. بس دي خلي بالكم بتعدي الايه، بتعدي النيجاتيف تضربه في ماينس وايه وتمنع الايه البوزيتيف تمام كده. دي عشان بس ايه احل مشكله الايه ان انا بنقل من كلوز للاوبن لوب ماشي كده. طيب نيجي لاخر دايره عندنا هي مين؟ هي البريسيشن فول ويف ريكتيفاير. البريسيشن فول ويف ريكتيفاير هو قال لك ايه؟ قال لك انا هقسمها اكنها جزئين، جزء اللي فوق ده هو عباره عن مين؟ عن السوبر دايت. طب السوبر دايت دي باشمهندسين بيعمل ايه؟ بيعدي البوزيتيف ويمنع النيجاتيف. طب عظيم، هي نفس الدايره بتاعت السوبر دايت، فانا عارف الاناليسيس بتاعتها، لو دخل عليها في انبوت هتعديه لي في البوزيتيف وتخليه في صفر فين؟ في النيجاتيف. تمام كده؟ طيب زود عليها الدايره اللي تحت دي، هي دايره هتعمل ايه؟ هتعدي النيجاتيف زي ما هو بس تضربه في مين؟ في سالب. فانا كده ضمنت ايه؟ ان انا بعدي البوزيتيف زي ما هو من السوبر دايت فوق ويبقى تحت بيساوي صفر، وبعد كده اعمل عمليه العكس فوق يبقى بيساوي صفر والتاني تحت اضرب فين؟ في الماينس. طيب هو الخارج بتاعي عباره عن مين؟ جهد النقطتين اللي هو الفي سي ومين؟ والفي بي. طيب لو انا بصيت هنا على بوزيتيف هاف سايكل، البوست في هاف سايكل على الامبليفاير الاولاني او الاوب امب الاولاني هو عباره عن ايه؟ ان ده سوبر دايت، فلو دخل هنا جهد بوزيتيف على طول وانا مغمض الايه؟ الجهد لنقطه الفي سي ده بيساوي مين؟ الفي انبوت. فالفي سي هيكون بيساوي مين؟ الفي انبوت. طب هل ده الخارج بتاعي؟ لا، الخارج بتاعي عباره عن ايه؟ في سي زائد الفي بي. ما ينفعش اقول ان الخارج هو خلاص الفي سي اللي هو مين؟ الفي انبوت. لا، لازم اشوف خارج مين؟ الفي بي كمان. طب تعالى نعمل اناليسيز لمين؟ للـ A1. طب هو الدايت ده هيبقى اوبن ولا كلوزد؟ الاوب امب ده اوبن ولا كلوزد؟
ما اقدرش اقول هو اوبن ولا كلوزد. ليه؟ لان انا عندي في علاقه ما بين الخارج والدخل، بس الباص ده ممكن يبقى اون واوف على حسب مين؟ الدي 1. طيب فانا ساعتها هستخدم قانون مين؟ الاوبن لوب. فانا لو قلت ان النقطه دي اف، فيبقى هنا الفي اف هي عباره عن جين اوبن لوب للاوب امب 1 للفي بوزيتيف ماينس الفي نيجاتيف. طب الفي بوزيتيف انا موصل عليه بجراوند، فدايما بصفر، فساعتها يبقى هو عباره عن ايه؟ ماينس الاي جين اوبن لوب في الفي نيجاتيف. طب الفي نيجاتيف هنا ايه اللي بيأثر عليه؟ هو الفي ام. طب الفي ام بتدخل باشاره موجبه، اشاره موجبه هتتضرب في مين؟ في اشاره سالبه، فدايما قيمه الاوتبوت بتاعي هيبقى عباره عن ايه؟ قيمه سالبه. طب ما اضربها في جين كبير جدا تروح لمين؟ للسالب في سي سي. طب ساعتها هنا جهد متأثر بسالب في سي سي، وده اقل جهد في الدايره متوصل على الانود، يعني عمر ما الكاثود يبقى جهد اقل منه، فعلى طول وانا مغمض الدايت ده هيبقى ايه؟ هيبقى اوف. طب لو الدايت ده هيبقى اوف هيبقى عباره عن مين؟ اوبن سيركت. طيب يبقى شكل الدايره هتبقى بالشكل ده، الجزء اللي تحت يعني الفي انبوت داخل على مقاومه ار 2 وطالع هنا على الفي او. طيب ليه بقى ساعتها هقول ان الفي اوتبوت بيساوي صفر؟ يعني انا دلوقتي عندي الفي اوتبوت عباره عن الفي سي زائد الفي بي، صح كده؟ طيب من فوق الفي اوتبوت بيساوي مين؟ الفي انبوت، عشان ده هيبقى كلوزد لوب فبيحاول يعمل فيرتشوال جراوند ما بين البوزيتيف والنيجاتيف، فساعتها الفي اوتبوت بيساوي مين؟ الفي ام. تمام كده؟ طيب ايه اللي يمنع الكرنت يمشي هنا؟ ان الفي انبوت يغذي الفي اوتبوت على طول، ما في باص اهو، ادي ار 1، طبعا احنا عارفين اي كرنت داخل الاوب ام بيساوي صفر، فالكرنت هيمشي في ار 1 ار 2 يطلع الفي اوتبوت. ليه الكرنت مش هيمشي من هنا؟ حد يعرف؟ باشمهندسين حد يعرف ليه الكرنت مش هيمشي من هنا؟ هيمشي في الباص ده، ان الفي انبوت ار 1 ار 2 بعد كده الفي اوتبوت. تمام. هو طب في هو انا البوزيتيف هيعدي في السوبر دايت عشان مش هيبقى فيه مقاومات، انما تحت هيبقى فيه مقاومات. لا 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 انا في نيجاتيف هيبقى الانوش كده. لا 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 يعني هنا اصلا كده كده الكرنت، يعني انت لو بتبص لها من ناحيه الكرنت، لا ما الكرنت اصلا اللي داخل الاوب امب دايما بصفر، يعني هو بالنسبه علشان له المقاومات في يبقى احسن. بلس بيساوي صفر. لا 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 هو اصلا امتى الكرنت يتنقل يا باشمهندسين؟ لما يحصل فيه فرق جهد ما بين نقطتين. طب هو دلوقتي جهد النقطه دي بكام؟ اللي هو الفي ان. طب وجهد النقطه دي في اوتبوت جاي له من فوق هو في ان برضه، فبقى عندي نقطتين متساويين في الجهد، هل في كرنت يمشي ما بينهم؟ استحالة. امتى الكرنت يحصل؟ لما يكون في فرق جهد، واحنا اهو بنقول كلمة جهد دي تسهيلا لكلمة بدل ما اقعد اقول فرق الجهد فرق الجهد، لكن طول ما مفيش فرق جهد عمره ما يكون في كرنت. طب انت من فوق اصلا قايل لي ان دي الفي انبوت ومن هنا في انبوت، ازاي الكرنت هيمشي ما بين نقطتين الجهد ما بينهم متساوي؟ فالكرنت عمره ما هيمشي فين؟ في الباص ده. الكرنت عمره ما يمشي غير لما يكون في فرق جهد فين؟ ما بين النقطتين. فلو النقطتين متساويتين عمره ما يمشي الايه؟ الكرنت. فعشان كده الكرنت عمره ما يمشي من هنا ولهنا، فهيبقى التغذيه بتاعت الجزء اللي تحت هي دايما بصفر، فساعتها الفي اوتبوت هو الفي انبوت بس. تمام كده؟ طيب وصلت يا باشمهندسين؟ باشمهندس. طيب في حاله النيجاتيف هاف سايكل، احنا عارفين من السوبر دايت ان الدايت ده هيبقى اوف، فساعتها هيبقى مفيش اي حاجه بتاثر على النقطه دي، فيبقى جهد النقطه بتاعت سي بيساوي كام؟ بيساوي صفر. اللي هيتحكم في الدايره الجزء اللي تحت. تمام كده؟ فيبقى ساعتها جهد النقطه دي صفر من ايه؟ من الاناليسيس بتاع السوبر دايت. طب تعال نروح للامبليفاير اللي تحت. لو الجهد اللي تحت ده داخل بالنيجاتيف، احنا قايلين القانون اهو دايما عندي دي بصفر، نيجاتيف في نيجاتيف يبقى يديني بوزيتيف، هيديني هنا جهد بوزيتيف كبير قوي، فساعتها يعمل ايه في الدايت؟ يخلي الدايت ده عباره عن اون، فساعتها يتحول كانه مقاومه، فساعتها بقى الدايره عباره عن ايه؟ كلوزد لوب. تمام كده؟ فيبقى الدايره بالمنظر ده، الدايت هيبقى اون يبقى كلوزد لوب، يبقى هنا ده الفي انبوت هنا المقاومه، وبعد كده دي الار دي بتاعت الدايت، وبعد كده راجع على طول. تعمل بقى الاناليسيس بتاعتك عادي خالص، ان هنا ده كلوزد لوب، فيبقى جهد النقطه دي بيساوي جهد النقطه دي بيساوي صفر، فدي ساعتها الدايره بالنسبه لك هي دايره عباره عن ايه؟ دايره ايه؟ انفرتنج امبليفاير.
ممكن تقعد تعمل لها الاناليسيس وفي الاخر هتستنتج القانون اللي احنا هنقوله ده، ان الفي اوتبوت بيساوي سالب ار 2 على ار 1 في مين؟ في الفي انبوت. تمام كده؟ طب واحد يجي يقول لي اه احنا درسناها يا باشمهندس بس المقاومه دي ما كانتش موجوده. المقاومه دي بالنسبه لك مش هتشوفها ولا اكنها ترانسبيرنت خالص بالنسبه لك. لما تيجي تعمل فيها الاناليسيس هتطلع لك برضو ان الفي اوتبوت بيساوي الفي انبوت، لان انت هتعمل ايه؟ كارنت كيرشوف، الكارنت اللي هيمشي هنا اي 1 مش هيخش حاجه في الدايت، هيطلع فوق بيساوي اي 2 في المقاومه دي، فرق الجهد ما بين المقاومه دي بيساوي فرق الجهد ما بين المقاومه دي، فساعتها تقدر تطلع مين الدايره العلاقه بتاعت مين الفي اوتبوت بيساوي ماينس ار 2 على ايه؟ ار 1 في الفي ان. تمام كده؟ طيب يبقى انا دلوقتي هنا الجزء اللي تحت ده الفي اوتبوت بيساوي الفي انبوت بس ليه مضروب في مين؟ ار 2 على مين؟ على ار 1. تمام كده؟ طيب فساعتها هعمل ايه؟ لو انا حطيت المقاومتين دول متساويتين فساعتها عباره عن ايه؟ الفي اوتبوت بيساوي ماينس مين؟ الفي انبوت. طب ما ده اللي انا عايزه، انا عايز اعدي الفي انبوت واضربه فين؟ في اشاره سالبه. فساعتها يبقى هنا الفي اوتبوت عباره عن كومبينيشن ما بين صفر بتاع السوبر دايت وماينس الفي انبوت اللي طالع من الاوب امب اللي تحت، فساعتها هيبقى هو مين؟ ماينس الفي انبوت. طب تعالى نجمع بقى الاوتبوت بتاعنا، هو في حاله البوزيتيف السوبر دايت اللي هيشتغل فيعديه زي ما هو، في حاله النيجاتيف السوبر دايت هيبقى اوف والدايت اللي تحت هو اللي هيشتغل ويضربه لي فين؟ في سالب، فساعتها تطلع لي الايه؟ البوزيتيف هاف سايكل. تمام كده؟ فساعتها دلوقتي انا عملت ايه؟ عملت بريسيشن فور ويف ريكتيفاير. ليه بريسيشن؟ لان انا ما بخصمش حاجه فين؟ في الانبوت. ماشي كده؟ تمام؟ اه مش مهم. طيب تعالى بقى نبتدي نعمل الكلام ده كله على مين؟ على المالتي سيم. تمام كده؟ او اي بروتس او ايا كان التول اللي احنا ايه؟ هنستخدمه. تمام كده؟ طيب اول حاجه بس انا هعمل الدايره اللي هي اللي عملت لنا القصه دي كلها، اللي هي السيمبل ريكتيفاير باستخدام الدايود. انا هجيب دايود اهو واجيب مقاومه 1 كيلو واوصلهم ببعض واجيب فانكشن جنريتور واجيب جراوند تمام كده. طيب واظبط هنا دي ساينسويدل، هنا اختار مثلا 1 كيلو هرتز والامبليتيود بتاعها 5. ماشي كده، ودخلتها هنا على مقاومة وحطيت البطارية واجيب ايه؟ اوسيلوسكوب. تمام كده، ده الانبوت اللي داخل على الدايت، خليه باللون الازرق. وخلي الاوتبوت باللون الاصفر. ماشي كده، ونوصل له باك جراوند. ماشي كده، تعالى نشغل الدايره بتاعتي، ظبط بس الدايمنشنز بتاعتي. ماشي، زي ما انتوا شايفين هنا يا باشمهندسين ان انا عندي ايه؟ الانبوت مش زي الاوت، ده نتيجه مين؟ الفيديو اون. ولو عملت زوم ان كمان هتلاقي برضو في هنا ايه؟ الفيديو اون. تمام كده؟ طبعا عشان انا مدخل اشاره كبيره، انا مدخل 5 فولت، هتلاقي الايه؟ الاكشن ده مش باين قوي. طب تعالى كده نصغرها نخليها 1 فولت عشان نشوف تاثير السبعة من عشرة او الفيديو اون بتاعت الدايت دي هتبان ولا لا. ماشي، لو انا هنا بص السبعة من عشرة فرق قد ايه في الباور، انا عملت لها فقد، وفي نفس الوقت هنا ايه الدايمنشنز بتاعتي برضو ايه اللي هي غيرت لي في الفريكوانسي، البدايه مش بدات من الصفر، لا ده ايه في حته تاكله. تمام كده، تمام يا باشمهندسين. طيب دي اول نقطه. طيب النقطه الثانيه والمشكله الاهم بقى طبعا، ان انا لو دخلت السيجنال دي تعالى كده ادخلها 100 مللي. تمام كده، وتعالى نشوف كده الخارج، تلاقي عندي دخل ماشي ومفيش ايه؟ مفيش خارج.
طبعا ده ايه رقم صغير جدا. طبعا انا بتكلم في سكيل كام، 10 مللي، لكن لو على نفس السكيل بالنسبه لك الخارج الايه الموجود ده بيعتمد على مين؟ على الدايت. طبعا الدايت انتوا عارفين مش بيقفل خالص، لا ده هو بيعدي جزء بس منين، من الكارنت، تمام كده شايفين. فهو دلوقتي بالنسبه له مش عارف يعمل ايه، اي حاجه، تمام كده. طبعا احنا مش بنتكلم هنا في ايه، في سيميليشن، ماشي كده تمام. فانا ساعتها هنا بالنسبه لي لا، ده انا مش عارف اعمل ايه، اي بريسيشن خالص. ليه؟ لان دي سيجنال صغيره جدا، فمش عارف اعمل لها ايه، ركتفاي. فعشان كده سبت كل القصه دي وعملت ايه، السوبر دايت، تمام كده. طيب تعالى، السوبر دايت هي عباره عن ايه، شيل بس ده دلوقتي. اختار الاوب ام طبعا، ده من الانالوج، اوب ام 741 على طول. اول ما احط الاوب ام ما انساش على طول الايه، الفي سي سي بتاعه، عشان ايه ما انساش. لو انا عايز جو هوت بوزيتيف اجيب الفي سي سي، لو انا عايز اجيب جو هوت نيجاتيف الفي دي دي. خليه هنا مثلا 10 فولت، وهنا ماينس 10 فولت، تمام كده. طيب تعالى نشوف، الرسمة بتاعت السوبر دايت هو عبارة عن الانبوت داخل على البوستيف، ادي الانبوت داخل على البوستيف، وادي الجراوند بتاعه، عندي الأوت داخل على الدايود ومعمول له فيدباك، على الدايرة بتاعتي، وباخد الأوت منين، من النقطة دي، تمام كده. ادي ده الانبوت، وادي الاوت، تمام كده. انا بس اغير الالوان، بس بقى يا باشمهندسين انا هنا عمل لي ايه؟ خلي بالكوا انا ما غيرتش السيجنال بتاعتي، هي 100 مللي فولت اهو، واتعمل لها ايه؟ ريكتفاير. انا لو قفلت بس دي، انا معمول لها ريكتفاير اهو. طيب واحد يجي يقول لي يا باشمهندس بس هو في حاجه غريبه، بس ايه؟ احنا شايفين في زي ديستورشن بسيط كده، فين؟ في البدايه بالذات، في البدايه بالذات في هنا ايه؟ لو انا زومت اكتر كده هتلاقي في ايه؟ في ديستورشن. طب الديستورشن ده جه نتيجة ايه؟ نتيجة ان انا عامل فريكوانسي عالي جدا، تمام كده. ليه فريكوانسي عالي؟ هو بالنسبة له هنا 1 كيلو ده لا حاجة كبيرة، ليه؟ لان ساعتها البوستيف والنيجاتيف عمالة تتحرك ما بين ايه، من كلوزد لوب لاوبن لوب، من كلوزد لوب لاوبن لوب، من كلوزد لوب لاوبن لوب. فبناء عليه بيعمل لي ايه، ديستورشن في الخارج. دي النقطة اللي احنا كنا من ايه بنتكلم فيها، تمام كده. طيب يبقى انا دلوقتي لو انا عايز مثلا نحل المشكله دي، ممكن اخلي هنا دي بالهرتز، اخليهم مثلا 100، فده ممكن يكون معقول يعني، او اكسبتد بالنسبه له. هتلاقي برضو الديستورشن ايه، قل شويه، تمام. تلاقي الديستورشن اللي في الاشاره قل. تعالى كده نشوف هو بريسيشن ولا لا، اهو
انت كده مش ما تش عارف تشوف الاشاره من الايه من اللي قدامها. ليه؟ لان هي ايه بريسيشن ايدنتيكال من بعض، تمام كده. طيب انا كده عملت ايه البريسيشن هاف ويف ريكتيفاير، بس ايه باستخدام السوبر دايت. فاضل لي ان انا اعمل ايه، ان انا اكومباين مع الدايره دي، اكومباين معاها مين الاوب امب التاني، بحيث ان هو واحد يشتغل في البوست هاف سايكل والتاني يشتغل فين في النيجاتيف هاف سايكل. اجيب اوب امب التاني اهو واجيب سورس ادي البي سي سي هنا 10 تمام كده. عايزين مقاومة وياخد من الدخل على المقاومة. أنا عندي هنا الانفيرتنج، منساش طبعا الجراوند. تمام كده. كده وصل دي في الاوت. هنا بقى عندي الدايت، اعمل نقطة جانكشن بس. ماشي كده. يبقى دي الدايره سوبر دايل، ودي الدايره اللي هتبقى شغاله في حاله النيجاتيف كانها نون انفرتنج. انا عندي هنا المقاومه وعندي هنا الدايد الخارج بتاعنا. في أي ايرور هنا؟ خد الخرج على مقاومة يا باشمهندس. ماشي. اوكي ده كده الايه الخارج بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين في البوست اوف سايكل ايدنتيكال، والنيجاتيف اوف سايكل برضو لو عايز اعمل ايدنتيكال ممكن اعمل له هنا انفرت. كان في اوبشن بقى في ال تن تن كان في اوبشن في الاوسيلوسكوب بقى اللي في المعمل في الحقيقي ان انت تقلب الانبوت بس في الانفرتنج، انا مش لاقيه هنا، بحيث ان انت تقدر تتاكد ان هو ايدنتيكال من الانبوت ولا لا.
تمام كده، تمام كده يا باشمهندسين. فانا كده يبقى قدرت اعمل ايه؟ دايره البريسيشن باستخدام مين؟ السوبر دايت. خلي بالك هنا السوبر دايت برضو في نفس المشكله، ان انا برضو كل ما الفريكوانسي بتاعي هيزيد، لان انا ما غيرتش السوبر دايت، فانا لو عندي مشكله فيه ساعتها بريبليسه بمين؟ بالدايره اللي انا قلتها لكم ان هي فيها ايه، اتنين انفرتنج، ودي ساعتها تديني ايه، استابيليتي على طول، ان انا شغال فين، في حته الكلوزد لوب، ما مش عمال اروح ما بين الاوبن لوب ومين، والكلوزد لوب. تمام كده يا باشمهندسين، تمام يا باشمهندس. حد عنده اي سؤال؟ طيب ناخد الغياب بس. ماشي، الناس تقدر تتفضل يا باشمهندسين.